الشكر موصول لكم شوف تي في على التتبع ديال المسار ديال الفنانين، وكذلك على هذه العملية ديال أنها كتوقف على ما يجري في الساحة الوطنية والساحة الفنية. فهي غبرة جاية في إطار الظروف ديال كورونا، واسمح لي كنهضر ودير سميتو لأنه باش لمشكلة الصوت، داكشي علاش داير اسمو. فربما ظروف ديال كورونا هي اللي خلات على ان واحد مجموعه ديال الفنانه ومن ضمنهم انا اننا نغيبوا على الساحه، وهذا التزاما منا بالاشياء اللي طلبتها منا وزاره الصحه وطلبتها منا الدوله، على اساس انه باش نحميو راسنا ونحميو حتى الناس اللي محيطين بنا. فرغم ذلك ما كنعتبروش انا توقف، لانه بالعكس كوفيد اعطاني واحد الجرعه انه اكتشفت اشياء داخليه في ذاتي، في الاسره ديالي، في المجال الفني. حاولت انني نتفرغ للكتابه، نقرا واحد المجموعه ديال الكتب، ندير واحد الاشياء اللي ربما لو كان ما كانش كوفيد ما كنتش غنديرها، كنت غادي نبقى غادي في واحد النمط روتيني ديال الاشتغال ديالي. ولكن هذا المشكل خلاني انني نغير يعني النظرة ديالي لواحد المجموعة ديال الأشياء. فمن ضمنها أنه حاولت نشتغل على واحد النص مسرحي للكبار، وكذلك وعد مني الصغار لأنه كنهتم بهم بزاف، واحد العمل آخر حتى هو هيئته للصغار. فباش تهيئ واحد جوج أعمال في هذا الظرف هذا، راه يعني بالنسبة لي أنا مكسب. هذا المشكل ديال كوفيد هو خلى كل واحد فينا بغينا ولا كرهنا أنه بغينا نقول واحد النوع من التصالح مع الذات، لانه فينا شي حويجات ما كناش مكتشفينهم. ولكن كان الوقت جري 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 جري. الان ملي جلسنا على الاقل غير الجلسه في الدار، عرفتي هذيك الجلسه في الدار، انا اولهم كنت كنخرج تقريبا مع 8 الصباح ما كندخل حتى 10 الليل. يعني بعض المرات كنمشي للشهر بشهر بشهرين وانا غايب على الدار، يعني اشياء كثيره ما كنتش منتبه لها في الدار. يعني هذيك الجلسه مع الوليدات ديالك وتعرف شنو واقع في الدار وشنو خص وشنو هذه وهذه، ما كانش عندنا شيء. ولكن ملي جلسنا واكتشفنا اشياء كثيره، اكتشفنا على انه مثلا بالنسبه لربات البيوت اللي كيعيشوا في البيت يعني راه باظ لهم، يعني باش المراه تكون مقابله بيت وتربي الاولاد وهذا وتتعايش مع هذاك اليومي ديالها. فهذا دليل على انه كوفيد حاول انه باش يصلح لنا كما قلتي، عنده ايجابياته وعنده سلبياته. الا بالعكس هذيك اللي جالسه في الدار هي اللي كيكون عليها واحد الحمل ثقيل، فيها اولا تتعامل على سعاده الزوج ديالها، تهيئ ليه الظروف ديال فاش كيكون جاي، الاكل، الملابس ديالو الى اخره، الوليدات كتهتم بهم، ربما هي اللي كتديهم للمدرسه وكتجيهم، يعني واحد تقريبا 80% ديال اللعب تيكون نازل عليها، عكس المراه الموظفه. فالمراه اللي كتكون يعني جالسه في الدار يعني هذه خصنا نحييوها، علاش؟ لانها مسكينه يعني كتعطي وقتها كله كتعطيه للدار. مازال المراه الموظفه راه كتكون في البيرو ديالها، كتهضر مع صديقه ديالها، مع الاصدقاء اللي معاها في الشغل، هي كتكون في الدار يمكن غير بوحدها هي والوليدات وداك الشيء، وداك الشيء روتيني يومي. هو الفنان اللي كيكون فنان اصيل وكيكون كيخدم الفن من اجل محبه الناس لهذا العمل هذا، دائما مسكين الغالبيه كتلقايهم هما اللي كنقولوا بالدارجه ديالنا واكلين العصا. والدليل هو ان الرواد اللي فتحوا لنا الطريق واللي تلمدنا على يديهم واللي كانوا كيضحيوا واللي عطاونا متعه وفرجه وداك الشيء، كلهم شفنا بهاد الكلمه هذه المآسي ديالهم وعني نهايه المطاف ديالهم. مع العلم على ان هذوك الناس يعني ملي كيوصلوا سن التقاعد، رغم ان الفنان ما تيتقاعدش، كانوا على الاقل يكونوا في واحد البحبوحه العيش، على الاقل مهيئه لهم أدنى شروط الكرامة. هذه هي الجملة اللي بغينا، أدنى شروط الكرامة، يعني أنه يلقى ياكل ما يشرب ما، والله إلا حز في نفسي أنا قبيلة جي في الطريق وتلاح لي واحد 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 الفيديو ديال واحد الفنانة دايرة واحد اللايف كتقول على أن النظر ديالها بخان هذا ما بقاتش كتشوف، وأن عندها الدواء يعني كيفوق 200 درهم لا سميتو، في المجموع ديال الدواء ديالها تقريبا شي 3000 درهم شهريا. وهذا يعني ملي كتشوف بحال هادشي كي يعني هاد الفنان اللي كيسعد الناس وكيضحكهم ودخل الفرحه للقلوب ديالهم، مع العلم على انه يعاني،
على الاقل من هيئوش ليه الظروف. فانت كتشوفي الدليل المشكل لاميتيال التطاحنات وكذا وهذا وهذا، يعني هذاك المنفذ اللي عندنا انه باش الفنان يمشي ويتعالجوا هذا. يا الان كاينه الصراعات وهذا، عوض باش نتوحدوا ونطوروا افكارنا لقدام، وما يبقاش غير مثلا المجال الصحي واللي حتى المجال الاجتماعي، لانه هو اللي اهم شيء، هو اللي اهم شيء. يعني المجال الاجتماعي لا تمينا به بالنسبه للفنان، راه ربما غادي نكونوا حرقنا اشواط كثيره. ثم في الظروف ديال كورونا دابا حنا كنبوحوا بعضياتنا، رغم ان هادشي كنتقاسموا مع الناس اللي كيشوفونا واللي كيحبونا وهذا. فاعتقد على ان الفنان هو الوحيد اللي في هاد ديال كورونا انه ما تعطاش حقه. بدليل تصوري على انه انا دائما ما تنهضرش على راسي، ديما ملي تنهضر تنقول ما تنهضرش على راسي، تنهضر على مجموعه ديال الناس اللي قوتهم اليومي هو الفن، هو المسرح، هذو هما اللي كنهضر عليهم انا. في هاد الجائحه ديال كورونا، ملي كيضطر الفنان على انه يعمر مع موالين الراميد ويترفض، ويعمر مع المرحله الثانيه ديال اللي ما عنده حتى شي حاجه ويترفض، وينزل مسكين بانافته وكرامته باش يعمر مع الناس ديال 800 درهم ويترفض، يعني غير مهيكل. يعني هادو حويجات اللي كتحز في النفس، كتحز في النفس. كاينين فنانة عندهم انافتهم عندهم كرامتهم ما قدروش يهضروا في هذه الجائحة ديال كورونا، والله ما عندهمش ما شيء يؤسف. واتصلوا بيا اصدقاء دياولي من المجال وداك الشيء، لان بيننا وبينهم واحد البوح وداك الشيء، وحاولنا على انه على قدر الامكان وقدر المستطاع اننا نخفوا الالم على بعضياتنا. ولكن هذا ماشي دوري انا ولا دوري، يعني خص على الاقل كلنا نكتلوا الجهود باش نلقاو شي حلول اللي هي منطقيه ومعقوله. الدور كانت تقاسمه كلنا، دورنا حنا كفنانه خصنا يكون عندنا واحد الثقل، ويكون عندنا واحد الكلمه موحده، نكونوا كنحبوا بعضياتنا. انا كنسطر على هذه الكلمه ديما في اي اجتماع، تنقول لهم الاخوان راه والله ما نحبوا بعضياتنا الا درنا شي حاجه. حتى حنا عندنا شي عندنا انقسامات داخليه، والدليل هو انه راه كتشوفي الساحه الفنيه كاينه مجموعه ديال بغينا ولا كرهنا، كاينه مجموعه ديال الانقسامات، كاينه مجموعه ديال وكاينين علاش نقول لك انا ما كاينينش، كاينين حزازات كاينه، ولكن خصنا نتغلبوا على هادشي. الله يحسن العوان. لا ماشي كل واحد كيقول انا راسي، كل واحد كيحاول يقلب كيفاش يعيش على حساب ظروف، هذا هو اللي كاين. لانه لو كانت المسائل مقننه وفي اطارها القانوني، كنا غنكونوا سعداء وكنا غنكونوا فرحانين وكنا غنكونوا ما عندناش ادنى المسلسلات دابا كدوز لي تيليفيلم ومسلسلات ومسرحيات تيتعاودوا 6-7 ديال المرات وما تنستافدوش منهم، يعطيونا غير هاد الفلوس ديال هاد الشيء اللي تيعاودوا. يعني تقي بيا راه مجموعه ديال الفنانه غادي يكونوا في بحبوحه من العيش. من حقه الفنان يكون في بحبوحه من العيش. علاش؟ لانه الناس خصها تجي للبلاطو وخصها تجلس وتشوف كيفاش كنصوروا وكيفاش كنخدموا، وبعض المرات الظروف اللي كنشتغلوا فيها في المناطق النائيه وهذا الى اخره، باش ندخلوا واحد النوع من الفرحه للمشاهد. المشاهد راه كيجي وكيشوفها عاديه، كيشوفها مقاده وكيضحك وهذا، ولكن يجي يعيش معنا اللحظات ديالنا. راه كاين بعض المرات اللي كنكونوا كنعانيوا، ولكن ملي كيقولوا اكسيون كنقلبوا هذاك الوجه باش نبينوا للمشاهد واحد البسمه واحد الفرحه، ولكن حنا داخليين، والغالبيه الفنانه مساكن راه داخليين كتلقاهم مألمين. الحل بيد الفنانه، بيد الدوله، بيد الحكومه، بيد يعني اطراف كلها متشابكه مع بعضياتها. هذا هو المؤسف، ملي كتجي تيقول لك وراه عندكم قانون، راه عندكم قانون ديال الفنان. ايه، ولكن قانون ديال الفنان واش مطبق على ارض الواقع؟ وراه عندكم تعاضديه، واش هاد التعاضديه مستوفيه الشروط اللي خصها؟ يعني هاد الحويجات هما الناس اللي خصها تفهم، وحتى الناس ديالنا ديال الدومين خصهم يفهموا هاد العمليه هادي. انا بدايتي كانت من دار الشباب، يعني ملي كنقول المخيم تنقولوا دار الشباب. لا، بدايتي كانت من دار الشباب، ودار الشباب لها الفضل الكبير في التكوين ديالي. علاش؟ لان كانوا فيها مجموعه ديال الانديه، وانا كنت من الناس اللي عزيز عليهم البحث وعزيز عليهم المعرفه،
وما كاينش شي نادي في دار الشباب اللي ما دزتش منه، لا يعني لا نادي الكتاب، لا نادي المسرح، لا نادي الشطرنج، لا يعني جميع الانديه اللي كانت درت عليها. انا كنت معروف في دار الشباب زرقطوني بحال شي جوكر، فين ما حطيتي خامولي تتلقاه، حطيتي صبغتي صبغ يقطع يقطع، نجار، تريسيان، ممثل، يعني اللي بغيتي جوكر جوكر. وبالعكس على ان المخيمات ساعدتني كثير في تكوين الشخصيه ديالي. علاش؟ لانه علمتني بزاف ديال الحوايج، من ضمنها الاعتماد على النفس، من مد يد المساعده للغير، باشياء اللي للاسف تفقدات الان في الحياه اليوميه ديالنا. نتفق معك في السؤال اللي قلتي. علاش؟ لانه ملي كتجي كدير واحد العمليه تقييميه، كتشوف على انه الفتره ديال السبعينات والثمانينات حتى البدايه التسعينات كان دار الشباب عندها واحد الوقع فعال في التكوين ديال الشخصيه والشباب ديال الشباب المغربي. الان الظروف ولات الماديه يعني مهيئه ومتوفره، ولكن المردوديه ضعيفه. يعني ملي كتجي دابا لدار الشباب، ناخذ مثلا مستوى التخييم، الاخت اللي بدات التخييم، فالاطر اللي كانت ديال التخييم هذا لا ينقص من قيمه الاطر اللي كاينه دابا ديال الشباب، وهذا بالعكس. ولكن بغينا ولا كرهنا، الكفاءه ديال الاطر اللي كانت في دور الشباب خلال فتره السبعينات والثمانينات يعني كانت اطر اللي عندها باع في المجال التربوي. هو بالنسبه للرواد انا كنعتقد على ان العمليه شويه معقده. علاش؟ ربما كاينه، كنقول انا هذا رايي الشخصي، كنقولها لانه ربما هناك سياسه ممنهجه توجه نحو الشباب. فانا مع هذه الفكره، بالعكس انا من الناس اللي كيفتحوا يديهم للشباب، لانني انا دوزت هذه الفتره هذه وكان عندي طموح ولقيت ناس اللي قدم مني ومدوا لي يد المساعده. ولكن باش نهمش واحد الفئه ونولي يعني انه جميع الكتابات ديالي كتهضر غير على الشباب ومشاكل الشباب وهذا، فكتبان لي شويه العمليه ما صحيحاش. وما بيان سور كيبقى فيك الحال. علاش؟ لانه الدور ديال اي اسره مغربيه كتلقى على ان ذاك السيد الكبير فيها هو الحكيم، كتلقى هو الحكيم واللي كيحل المشاكل وهذا. دابا الان كتشوفي مسلسلات يعني كلهم شباب، انا ماشي ضدهم، بالعكس انا معاهم، انا معاهم، ولكن على الاقل هذاك السيد ملي يكون كيكتب يدير واحد النوع من التوازن والتوافقات. والله الا يحز في نفسي انني ما نشوفش هلال عبد اللطيف في شي مسلسل الان. يعني هذا اهرام واحد السيد اللي يعني طاقه ديال التشخيص وسميتو. علاش؟ 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 علاش انا نتحرم من هذاك الوجه ومن هذاك الابداع ديال هذاك السيد؟ على ما كاينش اللي يكتب على هذيك الشخصيه ديال هلال. انا قلت هلال كمثال، وكاينين زيد عليه، يعني راه كاين واحد المجموعه ديال الرواد اللي مستنيين ما بقيناش كنشوفهم. الفنان ما عندوش تقاعد، ما تيموت الفنان ملي ما كتبقاش تهتم به وما كتبقاش تشغله، هنا تيموت. علاش؟ لانه هو واحد الطاقه حيويه متجدده، انت ملي كتقتلها كتقبرها صافي تيموت هو. يعني ولو يكون اللي الا كان شي سيناريست ديال بصح ممكن الان الخلفي يصوبوا ليه شخصيات ويكتبوها على حسب الوضعيه الحاليه ديالو، وغادي يشوفوا عاوتاني ابداع من نوع اخر ديال الاستاذ ديالي اللي بالمناسبه كنوجه ليه تحيه وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يشافيه. فعلاش هذا الاستثناء؟ انا تيبان لي استثناء. تهميش راه هو، تمي كنقول استثناء راه تهميش. وشوفي دابا ديري واحد العمليه حسابيه ديال المسلسلات والتلفيلم اللي كاينين تواجد الرواد فيهم، غتلقاي نسبه بحال الميزانيه ديال وزاره الثقافه بالنسبه للميزانيات اللي كاينه ديال الوزارات الاخرى، 0.0 شي حاجه ديال التواجد ديال الرواد في هذه العمليه. راه داروا هذه العمليه، داروها، كان فيها الدسوكين، كان فيها صلاح الدين، كل واحد مجموعه ديال الرواد، وهذا يمكن بينياز، داروا واحد التجربه. ولكن انا كنقول ماشي كاع يجمعونا. انا ما تنعتبرش راسي من الرواد، انا جيت في واحد الفتره اللي من بعد الرواد، اللي انا استفدت من الرواد وتلمت على يديهم يعني. فانا هاد الناس اللي انا تعلمت منهم وكنعرفهم على انهم ناس كيشخصوا بواحد يعني بواحد الطريقه اللي هي لا في المسرح لا في السينما لا في التلفزيون. علاش؟ علاش تسنيهم؟ علاش تسنيهم هاد الناس هادو؟ وديروا غير ضيف شرف، يعني كما كنقولوا حنا ديك البركه،
هذاك السيد اللي داز معاه راه واحد البركه دوز معاك في هذاك المسلسل. وثم كاينه عمليه اخرى دابا الان ديال الاحتكار ديال الانتاج. هذه عمليه هي راه مضره بالفنان، لانه مجموعه ديال مع احترامي كل اصدقاء ديالي وما باغي لهم الا الخير، ولكن هذا لا يعني على انه نبقى حكر على فئه معينه وغتقول لي زعما شنو تيشخصو مزيان كذا. هذا اسمح لي، كاينين فيهم ناس مشخصين من مستوى عالي وانا كنرفع لهم القبعه، ولكن كاين اخوان اللي بغيت تقول غير مقحومين ولا زايدين ولا لا ما عندهمش علاقه، يعني موجوده بدليل على انه لو كان ما كانش غادي يكون كل شيء كيشتغل بشكل ديمقراطي. كل شيء فيه، راه ماشي في التمثيل، راه كاينه في كل شيء، كاينه في كل شيء هذه العمليه هذه. يعني لا عندك كيقولوا شي متلامشه هربت ليا قال لك اللي عنده خوف في العرس شي حاجه بحال هكا ما يباتش بالجوع. فكاينه هذه العلاقات هذه على انه كاين دي كلون، مجموعات كتشتغل فيما بينها، ربما كتثق في بعضياتها، ربما كترتاح لبعضياتها. وهذا انا كنقول العكس، انا ماشي نمشي للقسمه، انا نمشي للكاستينغ. خاص يكون عندنا كاستينغ حقيقي والاعمال اللي الان ناجحه في الدراما المغربيه لا سواء القديمه ولا اللي كاينه دابا فيها كاستينغ. المخرجين ديالها داروا كاستينغ، ما داروش هذه القضيه اللي قلتي ديال باك صاحبي. ايه ولكن هو خدام تما كاينه، خصها عاوتاني نشوفوا. هو كيشتغل مع هذيك شركه الانتاج، هذيك شركه الانتاج عندها سياسه. واش انت كتمشي في هذاك النهج ولا ما كتمشيش فيه؟ واش موافقو؟ انا ما يمكنش لي نفرض راسي على شركه انتاج باش شوفي راه يقدر شي واحد دابا انا تنهضر يقول لك وانت ديما في مداوله مثلا. انا في ديما مداوله، ماشي بواحد الشخصيه معينه، دائما كنجدد الشخصيه ديالي ودائما كنبحث فيها وكنقلب. إيه دابا انا كنقول لك مثلا غيقول لك واخا مولي تيهضر وهو راه في واحد البرنامج ديما تا هو راه كلون تا هو هذا. لا هذا ماشي مقياس، انا عارف علاش كنهضر. هو انه ملي كتكون شي حاجه من يعني غادي نشتغلوا فيها خص يكون فيها كاستينغ. انا الان مداوله ما تيعيط عليا المخرج الا الا شاف البيرسوناج ديالي، عاد كيعيط عليا. ما كيعيطش عليا ديما ولا هذا، كيعيط عليا لانه تيعرف على ان هذا البيرسوناج ديالي وانا كنحيي فيه هذه العمليه. ونطلب من جميع المخرجين يديروا كاستينغ. جامي 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 واش كان شي مشكل. بالمناسبه انا كنحيي الاستاذه، علاش؟ لانه الا بغيتي نقول لك شي حوايج نقدر نقولهم لك. نقدر نقولهم لك. انا تنتخلص يعني قبل من يعني ماشي كتبقى تسنى. كتبقاش تسنى السيده يعني اللي كتسالي هاك رزقك. وكاين اللي خدمنا معاهم هذه 3 سنين و4 سنين ومازال ما تخلصناش، مادام هما نزلوا ذاك المستوى انا مترفع عليهم، ما مسامحش لهم اصلا. علاش؟ لان انا عرقت في هذيك الاعمال. انا راه كممثل مثلا اشتغلت، انا تيبقاو فيا التقنيين، راه كان تقنيين الان اشتغلنا في واحد العمل سينمائي والشركه تخلصت في البريمير ترونش وفي الدوزيام ترونش وفي التروازيام ترونش وكانت غادي تاخذ الكاتريام ترونش، جاب الله مشاو وقفوا وراهم تقنيين مساكن باقيين دابا ما تخلصوش. ماشي من العيب والعار. والتلفزيون حتى هو الترونش ديالو تعطات، ماشي حشومه تشد كاع هاد لي ترونش كلهم وما تعطيش لهذوك لي تكنيسيان اللي كينوضوا من 6. مازال حنا ممثلين، راه كتقدر تجي تخدم سيكونس، تقدر تخدم 3 4 يعني معدل ديال 8 السوايع 10. اما التقني لا كاميرا مان لا صوت لا اكليراج، لا راه كينوض هو الاول كيسبقك للبلاطو وهو الاخر تيبقى في البلاطو. الله طا حيت اللي كيكون عايش في الخير يمكنش ياكل. كيكون ولد الخير وعايش في الخير ما يمكنش ياكلك، يقدر يحيد من لحمه ويعطيك ما ياكلكش. لا معيش مداوله. انا دائما كنقولها وكنعاودها، عندي واحد الراتب شهري حدود 4000 درهم جايني من التعليم، من التقاعد ديالي في التعليم. هذيك 4000 درهم دايره لي ماء الوجه، حافظه لي ماء الوجه، يعني الضروريات ديالي. لانه الا جيت نقول لك غير بشحال كاري غتقول لي وانت شاد 4000 درهم، هذا كاري تقريبا 3500 درهم.
انا باقي كاري باقي كاري باقي كاري ما ظروف شي معنى. ربما انني في التدبير ديالي رغم انني ما عنديش شي حوايج اللي نبلي بها ولا هذا وهذه الاخوان راه تعرفوها الحمد لله، ولكن ربما في التدبير اليومي ديالي انا يمكن ما تصرفتش. انا كان كيهمني هو انه انا ووليداتي نعيشوا بخير وعلى خير، وكان امن كان امن بواحد الكلمه حفظوها لي جدودي ووالديا وداك الشيء تيقول لك الرزاق الله، يعني ربي رزقي مضمون ليا. ها كورونا ها هي كاينه وما خدمناش دابا تقريبا ما يزيد على واحد 6 شهور ولا هذا، والكرا كيتخلص وهذا والامور غادي عاد منين. فالانسان ما يدخل في شيء ما يدخلش انسان في شي حوايج. فانا اللي كيبقى فيا هو هاد المجموعه هاد الناس اللي ما عندوش هذيك 4000 درهم اللي كتجيني انا وعندها الوليدات وعندها ماشي غير مجموعه ونزها بدر وهذا، يعني واحد المجموعه ديال الفنانين اللي عايشين من هذا الشيء. هما شوفي مجموعه ديال الفنانين اللي عندهم كرامتهم ما تيقولوهاش، ولكن كنقولوها احنا بعضياتنا اللي احنا كنعتبروا راسنا خوت اللي في جيبك في جيبي، كنقدروا نشكيو على بعضياتنا ونقدر نقول لك راه ما عنديش عطيني ولا سلفيني ولا هذه. ولكن امام الملاء دائما اللي فنان اصيل وعنده جذور ديالو دائما تيبغي ديك ليماج الجميله تبقى عند المشاهد، ما تيبغيش يألمو ما تيبغيش يحس على انه هذاك الفنان راه عنده شي حاجه لانه تيتصدم. لهذا الانسان كيقول يعني خليها عندي. ودائما كتلقاي الانسان، انا كنعرف اصدقاء فنانه وفنانات وداك الشيء ما يمكن ما عندوش حتى 30 درهم في جيبو، ولكن كتلقاي خارج نقي محسن لابسه مزيان داك الشيء وهذا انفته عندها كرامتها. ولكن هاد الناس هما اللي خصنا نهتموا بهم، وهاد الناس هما اللي خصنا نبحثوا عليهم ونقلبوا على المشاكل ديالهم ونحلوها، وهما اللي خصنا نشغلوهم. وراه معروف يعني الا جينا نديروا غير واحد الجرد الاخوان على مستوى النقابات راه تيعرفوا الفنانه كلهم، ما كيعرفوا شكون اللي كيخدم وشكون اللي ما كيخدمش. تقريبا ما عرفتش انا يمكن شي 5 ولا 4 هذاك الشيء التفراخ ما نهضروش عليه، هذاك راه التفراخ موجود في كل شيء يعني. وهذا مناش كيجي، هذا مناش كيجي، كيجي من كيقول لك ما بني على باطل فهو باطل، لان الاساس اللي خص تبنى عليه الاشياء خص يكون مبني على الصح، يكون مبني على واحد الهدف معين وهو خدمه الصالح العام والدفاع عن حقوق الفنان، ماشي ملي ناخذ مسؤوليه ونولي كنجلس مع وزير ولا كنجلس مع هذا نقلب الفيستا. هي شنو نقلب الفيستا؟ هي نقلب على راسي ونقلب على مصلحتي وهذا باسم مجموعه ديال الفنانين. لا، في التاريخ كله كانت النقابات انها كدار يعني باش تدافع على الحقوق ديال الشغيله ديالها، ماشي باش تمشي تقلب لها على الخدمه ودير لها، لا لا لا، كدافع على الحقوق ديالها سواء لا الصحيه ولا الاجتماعيه ولا هذا هو الدور ديال النقابه، انه ضمن لي الحقوق ديالي، ماشي تجيب لي قفه ولا دير لي ولا هذا. لا انا اعطيني غير حقوقي وغنعيش مزيان، غادي يولي عندي 6 القفات ماشي غير قفه. لا نسيتو هذا موضوع وحق الله نسيتو، محيتو من 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 الميموار ديالي وبديت حياه جديده، وتقريبا دابا راه ما يزيد على واحد سنتين وفهمتي، وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. المهم الاشياء غدا هكاك، الحمد لله على كل حال حنا مازالين في الدنيا مازالين في الحياه، وكل واحد كيفاش كيحط راسه في المخده ويفكر. اختي راه ملي كتجي تبحثي في العمق راه حتى الحياه تبدلات، يعني ما داك التكافل الاجتماعي ما بقاش، الوالدين ديالنا والطريقه باش تربوا هما وربونا حنا دخلنا في واحد السيروره اللي تفرضت علينا، ولا فيها هذا الشيء ديال كل واحد ساد عليه، كل واحد بوحده، كل واحد يفكر بمصلحته، كل واحد خاصو يبني مستقبله، كل واحد خاصو يوفر لولاده، وكل واحد راه من حقه ملي كتهضري مع الطرف الاخر حتى هو تيقول لك حتى انا راه ولادي وخصني نوفر لهم، ومن حقه راه من حقه. ولكن الحياه ما الناس ما كتعدلش، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. يعني لو كان غير كنعدلوا بيناتنا وكنعطيو الحق حقو ما كناش غادي نوصلوا لبزاف ديال الحوايج. هادشي علاش قلت لك انا هذا الموضوع نسيتو، حيت ملي نسيتو ارتحيت،
حيت كان ربما غادي يخلق لي شي عقده، يدير فيا شي نوع من الحقد، يدير فيا شي رواسب اللي ماشي نجي ديالي. فقررت على انه ننسى هذا الموضوع ونستمر ونبقى غادي في النهج ديالي باش ما ياثرش عليا نهائيا. حاليا والله حتى مرتاح، ما غنقولش لك عندي الفلوس وعندي كذا ولا هذا، ولكن نفسي دابا في جيبي، شي 70 درهم ماشي مشكل، ماشي مشكل والله حتى مرتاح بالله. علاش؟ لانه الانسان ملي حقيقه المشاكل ضروريه، لا في البيت هي الماء، لا في البيت، لا في الزنقه، لا في هذا، ولكن الراحه النفسيه والطمانينه هي اللي صعيبه، وهذه هي اللي انا حاس بها. ماشي الاخر كيجي كنقلب عليه وكيجي وكيتحل الى اخره. انا مرتاح. علاش؟ لانه شي حوايج ما عطيهاش اهميه، لانه كندير هادشي عن حب، وكنديرو وانا مرتاح وعاجبني، ومادام كندير وانا مرتاح وعن حب وعاجبني ما غاديش يألمني. فشكرا لكم بزاف، شكرا شوف تيفي على هاد المواكبه، ماشي غير معايا باش نكونوا واضحين، ماشي غير معايا، المواكبه ديالها المجموعه ديال الفنانه. ودائما فين ما كيكون شي 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 مشكل ديال شي فنان، كيكون دائما السبق شوف تيفي، انها هي اللي كتجي كتهضر عليه وكتحاول توضح للراي العام المشاكل اللي عنده. وهذا عكس بعض القنوات اللي كيحاولوا يشوهوا الصوره، يستغلوا هذاك الحدث ولا هذا باش يبينوا على ان ذاك الفنان راه ضعيف وكذا وهذا وهذا وهذا. فشكرا لكم، نتمنى لكم مزيد من التالق، وشكرا كذلك حتى الاخوه على مستوى الاخراج، على مستوى الصوره، على مستوى الانتاج ككل.